This is genuinely by far the most surprising AI demo I've ever seen in my entire life. روبوت شغال بالذكاء الاصطناعي من اوبن اي اي. تخيل كده ان انت بدل ما تمسك موبايلك او تفتح الكمبيوتر بتاعك وتروح على تشات جي بي تي، لا يكون في روبوت موجود معاك شغال في تشات جي بي تي. بس الاجمل من كده انك مش مجرد هتساله سؤال فيرد عليك، لا انت ممكن تقول له يعمل حاجه فيبدا ان هو يشوف البيئه اللي حواليه وينفذ اللي انت قلت له عليه. رائع. ليه عملت اللي عملته وانت بتشيل الزبالة؟ You did what you just did while you pick up this trash. اعطيتك التفاحة لانها الشيء الوحيد القابل للاكل من الطاولة. Edible item I could provide you with from the table. في الفيديو ده بنشوف الراجل بيطلب منه ان هو يحلل المشهد اللي قدامه، فقال له ان في تفاحة وفي شوية اطباق وانت ايدك موجودة. قال له طيب اديني حاجة اكلها، راح مديله التفاحة. ايش تشوف الحين؟ اشوف تفاحة حمراء في وسط الطاولة وكوبايات وصحون على رف التجفيف. وده كله لو جيت بصيت عليه هتلاقي ان في روبوت عنده كاميرات قادر يشوف الحاجة اللي قدامه، بيقدر ان هو يسمع كمان صوت وبعد كده يبعت بالذكاء الاصطناعي يحلل الصوت والصورة اللي موجودة ويبدأ ان هو الاجمل من كده ان هو يتصرف بايديه برجليه بحواسه بشكل عام. طبعا اللي احنا شايفينه مع بعض ده شيء بسيط جدا، ولكن المستقبل يعني مختلف تماما ان شاء الله. بتقنية زي كده هتلاقي ان في روبوتات موجودة في المولات، ممكن حتى موجودة في البيوت معانا، بتقدر ان انت تكلمهم يردوا عليك يساعدوك، تسألهم مثلا ازاي اروح المكان الفلاني يبدأ يشرح لك، او حتى ياخدك من ايدك ويوديك لحد هناك. وانت في البيت ممكن تبقى قاعد تطلب منه يجيب لك اكل، فيروح المطبخ يحضر الاكل اللي انت عايزه ويجيبه لك لحد عندك تاكله، وبعد كده تديهوله، يروح يغسل الاطباق ويعمل حاجات تانية كتير. انا هنا برضو مش بكلمك عن حاجة من يعني وحي خيالي كده، انا بكلمك عن حاجة الاساسيات بتاعت التقنيه بتاعتها بقت موجوده النهارده. الذكاء الاصطناعي موجود، الروبوتات موجوده، والمرج او الدمج بين الاثنين ده قدامك دلوقتي من فيجر ومن شركه اوبن اي اي. لو بقى انت عايز تبقى اول حد يعرف عن هذا المستقبل وازاي ان انت تستفيد منه وازاي تتفادى اي اخطاء او مشاكل ممكن تحصل فيه، فهتشرف جدا بمتابعتك للقناه. انا حسام الدين حسن ودي قناه برينرز، ولو كان عندك اي اسئله بخصوص الذكاء الاصطناعي والتقنيه بشكل عام اكتب لي تحت في التعليقات وهحاول ان انا اساعدك باذن الله.